حسين برضو رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، نعرف منه رأيه فيما حدث. واضح ان هو كان متابعنا يعني. حاج عامر، ازي حضرتك؟ يا كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك يا فندم؟ كله تمام؟ كابتن حشيش، حاج عامر منور الدنيا. حاج عامر اسفين لازعاجك. انتوا منورين والله، انتوا منورين. انت بردان يا حاج عامر ولا ايه؟ لا عندك شوية برد، شكلك صوتك باين. انا بقالي 5 ايام الحقيقة. ربنا يديك الصحة. الله يكون في عونك يا حاج عامر. انت اكيد وانت قاعد مخك بيشتغل على كمان الامم الافريقيه اللي جت هتعطل لك الدنيا كمان دي. لا ما احنا بدات تشتغل. اشتغلت خلاص. لجنه جت اول امبارح. خلاص بقى يوم 14 يونيو يا حاج ولا 15؟ 14 خلاص. 14 خلاص. ان شاء الله تبقى 14، بس برضه لسه في كلام يعني مش اكيد. ان شاء الله. لسه مش اكيد. يعني طيب الميعاد النهائي لسه ما اتحددش بشكل نهائي. والكابتن هاني كده لسه بيدرس الموضوع. علشان موضوع رمضان والعيد بعدها على طول، جمعة وسبت. الامور فيها كلام يعني. وبيني وبينك لو يوم جمعه يبقى افضل يا حاج عامر من يوم سبت. بيني وبينك برضو اصل عارف حضرتك كابتن سام، 14 ده كمان يعني ده بعد العيد على طول. واللعيبه طالعه من نظام معين في الاكل. لسه في محاولات ان هي يمكن تتاخر شويه. لسه القرار النهائي لسه ما اتخذش. تتاخر شويه بعد يوم 15 تقصد يعني؟ ممكن لسه في الكلام النهائي لسه ما اتخذش. اصل خد بالك، صحيح هتلاقي منتخب مصر ومنتخب تونس، منتخب طبعًا. الجزائر، منتخب كل المغرب، كل المنتخبات العربيه، حتى معظم الافارقه هيبقوا صايمين وعايشين نفس النظام برضه. فممكن تكون في موافقه جماعيه، اعتقد ان ده ممكن يبقى في موافقه جماعيه برضه يا حاج عامر. هو الكابتن هاني الحقيقه هو اللي معاه الموضوع دوت. وطبعا دي لازم بيبقى في اتصالات مع الاتحاد الافريقي وبيبقى في مناقشه فيها. في الاخر بيبلغونا بالقرار. نعم. انما اقدر اقول ان القرار النهائي بتاع التحديد اليوم بالظبط لسه ما اتخذش. لسه لم يتخذ حتى الان. طيب حاج عامر، حضرتك كنت عايز تتكلم على قصه ما حدث اليوم في مباراه النجوم والمقاولون العرب. انا كلمت حضرتك عشان الموضوع مهم جدا. اتفضل يا فندم. عشان الكابتن حشيش ما ردش بشكل قاطع على الكابتن شريف. على قال له لو انت مراقب هتبلغ الحكم. فكابتن حشيش قال له بصفه وديه مش مراقب، حكم. لا حكم رابع. لا حكم رابع. حكم يا حاج عامر، مش كمراقب. حكم رابع بيسالني كحكم، مش كمراقب. لا كمراقب احنا مش من حقنا طبعا. لا طبعا مش من حقنا. مش من حقي كمراقب. قال لي كمراقب مش هبلغ. لا كمراقب مش هبلغ، انما هو بيسالني لو انا حكم. لو انا حكم او الحكم اللي ورا الجون الناحيه الثانيه شافها بالصدفه في كاميرات التلفزيون. طب انت ايه رايك يا حاج عامر في القصه دي؟ لا المفروض في لوائح ولجنه الحكام محدده للحكام المهام بتاعتها. وانا طبعا لو الحكم المساعد اللي هو عمر فتحي كان هو فعلا اللي شافها، ده حكم من اسوء الحكام المساعدين اللي موجودين عندنا في مصر وفي اسكندريه ومشهود ليه بالكفاءه وهو جريء جدا. فلو شافها فعلا طبعا ما فيش غلط ان هو يشوفها، لان ممكن ان المساعد اللي من الناحيه ديت يشوف زاويه غير الناحيه الثانيه. هي القصه مش هو شافها، هو ممكن شافها، ممكن يكون مغطى عليه. هي القصه مش ان هو شافها حاجه، انما هنا ممكن يشوفها. حاج عامر، هي القصه مش ان هو طبعا المونيتور والحاجات دي الكاميرا. لا هنخش في مشاكل كتيره جدا. صحيح. ايوه صح مظبوط. هو ده اللي احنا بنتكلم. عملت مشاكل ويمكن احنا نبهنا على التلفزيون والناس المسؤوله عن الكاميرات ان هي ما تجيبش حد من المسؤولين بتوع الانديه اللي يفرغوهم الكلام دوت. نعم. اللي غلطه كبيره بين اصحاب الكاميرات او اللي ماسكين الكاميرات. طبعا. ويمكن فرصه ان احنا نقول برضو ان الكلام دوت لازم يتتبع عليهم من التلفزيون المصري ان الكلام ده غلط، لان يا كابتن اسلام ده قانونا الشاشه اللي في الملعب الحكم بيمنع والقانون بيمنع ان هو يعيد اللقطات اللي هي ضربات الجزاء او كل حاجه فيها شك، التسللات ما بتعيدش اللقطات ديت. مظبوط. باب اولى. كان بيتكلم في كده كابتن حشيش. الشاشه بتتمنع قانونا ان احنا ما نلعبهاش في المونيتور والكاميرات المحموله اللي هي مع التلفزيون المصري اللي بينقل المباراه. الكلام ده غلط طبعا. صح صحيح. طيب بيبقى كده احنا عرفنا كل الجوانب. اشكرك جدا يا حاج عامر على هذا الموضوع. حاج عامر معلش. حاج عامر معانا والنبي في حته كده. في الموضوع لان احنا ما حدث في مباراه الاسماعيلي امس، هل سيؤثر على استضافه اسماعيليه لمجموعه من المجموعات ولا لا؟ والله ده توقف على القرار هيطلع من الاتحاد الافريقي. لان الموضوع طبعا ما دام بيتدرس الاتحاد الافريقي وفي لجان بتيجي دلوقتي بتفتش على الملاعب
يمكن اللجنه اللي جايه جايه يوم الثلاثاء اسكندريه تقريبا. ثلاثاء؟ اللجان ديت طبعا لما هي تاخد القرار في المباراه اكيد هيبقى الموضوع ده مجال مناقشه. لان حضرتك عارف يا كابتن اسلام ان بيحصل في ملعب حاجه في العالم كله مش الاتحاد الافريقي بس. بيقعدوا بيشوفوا الملعب دوت هل ده امن؟ هل ده صالح؟ طب ممكن اسال بس سؤال هنا يا حاج عامر. العقوبه شكلها ايه؟ هل هنا الاتحاد الافريقي هو اللي بيقرر؟ يعني لو اتحاد كره القدم بعت قال ان عندي ست مجموعات واحده منهم اسماعيليه، هل اتحاد كره اتحاد الكاف الاتحاد الافريقي هل من الممكن ان يقرر استبعاد اسماعيليه ولا خلاص طالما الاتحاد المحلي؟ ممكن. ممكن ممكن يستبعد يعني. اي ملعب طبعا. عشان كده لجان التفتيش بتيجي يا كابتن اسلام لان في ملاعب. لا اللي انا اقصده يا حاج عامر ان ملعب اسماعيليه لعب قبل كده فيه، اتلعب قبل كده فيه كاس امم واتلعب فيه كاس عالم، يعني ده اللي انا اقصده ان ملعب اسماعيليه من ناحيه كل الامور هو ملعب مهيئ لاستضافه سواء تدريب سواء مباراه، القعده في اسماعيليه كويسه. فانا اقصد ان هل امبارح تحديدا ممكن يؤثر بشكل سلبي على استضافه اسماعيليه لمجموعه من انا بتكلم بشكل عام يا كابتن اسلام من كل الملاعب اللي احنا رشحناها ان هو يجي يلغي اي ملعب. اسماعيليه هيكمل ملعب بديل. يعني الاتحاد الافريقي اللي جنب تعطي بيبعتها ديت بيبعت واحد مسؤول امني، بيبعت واحد على ارضيه الملعب، بيبعت واحد لغرف الملابس. يعني بيبقى في لجنه كامله في كل النواحي. وواحد من مجموعه من الاقامه عشان يشوف فنادق الاقامه والمسافات اللي بينها وبين الملاعب. والاتحاد الافريقي اللي يقرر. بالظبط. لو شافوا اي ملعب هم شايفين ما فيش الامكانيات او مش صالح من اي ناحيه من النواحي ديت بيطلب من الدوله المنظمه ان هو يغير الملعب. تمام. ترجع للاتحاد الافريقي طبعا. تمام. يا حاج عامر. اتفضل يا بخت مجموعه اسكندريه بيك، اخبار التجهيزات ايه؟ اخبار التجهيزات ايه بيقول لك كابتن حشيش يا كابتن عامر؟ لا احنا الحمد لله يمكن في بالنسبه لنا احنا الامور كلها الحمد لله في استاد اسكندريه لسه متكلف 40 مليون جنيه. نعم. من سنتين ويشتغل عليه البطوله العربيه. وكل التجهيزات والمقصوره وغرف الملابس وارضيه الملعب على اعلى مستوى. مفيش مشكله خالص في استاد اسكندريه. يمكن احنا حاطين ملعب بديل برضه اللجنه هتيجي تشوفه مع حرس الحدود. حرس الحدود احنا لعبنا عليه في 2006 وكابتن اسلام عارفه كويس جدا. نعم. احلى الارضيات اللي موجوده. كانت احسن مجموعه في التنظيم 2006 اسكندريه. الحمد لله وكان الملعب مليان على طول. طبعا طبعا. احنا عندنا الملعبين دولت جاهزين. استاد حرس الحدود يمكن كان تم يعني اهمل شويه بعد ما هبطوا درجه ثانيه. انما الموسم دوت عاملينه على اعلى مستوى الحقيقه و يتوضب تمام وغرف الملابس بتاعت جاهزه. عندنا ملعبين في اسكندريه الحمد لله وفنادق الاقامه طبعا معروفه كلها للناس كلها. والمواصلات عندنا سهله، ملاعب التدريب بالتالي متوفره كمان. عندنا نادي سموحه عند الملعب بتاع الفرع الكبير على اعلى مستوى، نادي الاتحاد الفرع الجديد عنده ملعب نجيل طبيعي على اعلى مستوى بتاع الفريق الاول. نعم. عندنا ملعب برج العرب الفرعيه، عندنا ملعب في الفنادق. لا اسكندريه ان شاء الله مش هيبقى فيها. لا مفيش خوف على اسكندريه. مفيش خوف على اسكندريه حاجه. جاهزه من كل حاجه. تمام. ولسه عاملين البطوله العربيه الصيف اللي فات. كانت برضه كانت على مستوى عالي. ما عندناش مشاكل يعني الحمد لله في اسكندريه. نتمنى لكم يا رب كل التوفيق وان شاء الله نعمل حلقه على اسكندريه بقى والتنظيف في اسكندريه. انا بشكرك جدا يا حاج عامر على وجودك معانا وعلى متابعتك الدائمه لما يحدث، وبرضه ان احنا نعرف وجهه نظر الحاج عامر ده مهم جدا بالنسبه لنا. هو